السلام عليكم عزيزاتي أعزائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأن كل شيء في أمان الله. في إطار سلسلة شهيوات رمضانية غادي نقدموا مع بعض اليوم دي سيجار معمرين بالبطاطا والطون السوريمي، كيجيو من أروع ما يكون وكيجيو اقتصاديين وكذلك كيعطيو كمية كبيرة. أنا هنا قمت بطبخ واحد الكمية قليلة فقط اللي غنكونسوميوها في نفس النهار، واحتفظت بالباقي في المجمد باش تشوفوا لا فيديو تعرفوا كيفاش كنصوبوا هاد لي سيغار هادو. ما عليكم الا انكم تتبعوا لا فيديو حتى الاخير باش تقولوا لي الاراء ديالكم. كنشكركم، كنشكر كل من تابعني على القناه وكل اللي ضاف كمشترك، وكنقول لكم بالصحه والراحه. يلا مع بعض باش نشوفوا لا فيديو. دونك بالنسبه لهاد لي سيغار هادو معمرين بالبطاطا وكذلك بالطون السوريمي وكذلك بالفرماج، ليش كنحتاج؟ غادي نحتاج واحد 300-400 غرام ديال البطاطا اللي خديتها وسلقتها بالقشره ديالهم، بعد قشرتها وقمت بوضع واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الزبده ومعكتها مزيان بهاد الاله اللي كتمعك. عطاتكم انكم دوزوها يا اما بالفرشيطه او دوزوها في الماكينه ديال الطحين. في نفس الوقت غادي نحتاج لواحد شويه ديال الزيت اللي دوزته في 1 2 3، غادي نحتاج لواحد علبه ديال الطول اللي حيدت منها الزيت، غادي نحتاج كذلك لواحد بصيله كانت عندي انا بصله حمراء اللي هي دوزتها في شويه الزيت والزبده وكذلك في شويه الملح والابزار. بصيلتكم تحتاجوا تاخذوا البصله بيضاء الا كانت عندكم. غادي نحتاج كذلك لواحد جوج ديال الفرماجات مثلثات ومعلقه ديال الجبن او ديال الريكوتا على حسب المتوفر عندكم. غادي نحتاج شويه ديال السوريمي اللي قطعته على قطع، تقدروا انكم تخليوه لان غنديروا دي سيغار. وغنحتاج لي لاميل ديال لي دام اللي ملي كتاخذوه من الاسواق التجاريه كتطلبوا من البائعه انها تقطعوا لكم على شكل دي لاميل. غنحتاج شويه الملح شويه الابزار وشويه الكمون، وكذلك غادي نحتاج لشويه ديال الزبده باش غادي نسد الورقه ديالي او باش غندهن الورقه ديالي. كنبداو على بركه الله، كنخلط جميع العناصر، فالطريقه سهله بزاف. غادي نخلط جميع العناصر وغادي نحاول انني ما نكثرش بزاف ديال الملحه لان عندي الفرماج وكذلك انا سلقه البطاطا في الملحه. غادي يبقاو ليا غير هذاك الفرماج او لي دام على شكل السميله اللي غادي نخليه حتى الاخير، لان ملي غادي نقوم بالتعمار ديال الورقه فغادي نحطو من التحت. عندي كذلك الا شفتو شويه ديال الماء والدقيق باش غادي نسد لي سيغار ديالي، وعندي كما قلت شويه ديال الزبده، هاد الزبده اللي غادي نحتاجها باش انني ندهن لي سيغار ديالي باش يعطيوني داك القرمشه اللي نورمالمون خصني تكون عندي في لي سيغار ديالي. في نفس الوقت ما ننساش بان هاد لي سيغار تقدروا انكم يا اما تستعملوهم في النهار ذاته يا اما انكم تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد. غنوريكم كذلك في هاد الفيديو طريقه الاحتفاظ بهم في المجمد. فكنخلط جميع العناصر مزيان حتى كتنسجم بعضياتها. منساوش باننا مطيبين كل شيء في هاد لي سيغار، ما كيحتاجوش بزاف الوقت انهم يطيبوا. ملي كتنسجم العناصر ديالي فغادي نتلاقاو مع بعضياتنا باش نشوفوا كيفاش كنوجد او كنعمر هاد لي سيغار ديالي. بالنسبه لتشكيل لي سيغار ديالنا فحنا كناخذوا مثلث ديال الورقه، كنقطعوه مزيان وكنديروا دائما كما قلت الجهه الملسه من التحت والجهه الحرشه ديال الضريب الورقه من الفوق. كندهن الورقه ديالي بشويه ديال الزبده سكت باش تعطيني كما قلت داك القرمشه وتجيني كذلك هشيشه. كناخذ طريف ديال لي دام اللي هو على شكل سميله كما قلنا كنحطو، ومن بعد كناخذ العماره ديالي وكنشكل عصيات ولا صبيعات اللي غادي نعمر بهم هاد لي سيغار هادو، كيجيو على هاد الشكل هذا. فكنحط العصيات ديالي كنتلوي عليها الورقه وكنجي للجناب كنجمعهم عليها بحيث انني ملي كنجمع فكنشد شويه باش انها تزير، ومن بعد كنلوي باش انني نشكل السيكار. كندهن الورقه بشويه ديال الماء مخلط مع الدقيق باش انها تقدر تلصق لي على بعضياتها. ما كنديرش انا البيض في هاد لي سيكار هادو،
كيعطينا الشكل اللي بغينا بالنسبة لهاد لي سيغار هادو. فغادي نستمر بهذه الطريقة وغادي نشكل لي سيغار ديولي كاملين، ومن بعد غادي نتلقاو باش نشوفوا في نفس الوقت الطريقة ديال الاحتفاظ بهم، وكذلك طريقة باش أننا غادي نقد نطيبوهم في الفران. دونك على جوج جويه، اما غنحتفظوا بهم غنوريو الطريقه ديال التجميد ديالهم، وكذلك كما قلت الطريقه باش اننا غادي نطيبوهم. نتلاقاو من بعد. لي سيغار ديالنا من بعد ما وجدتهم، انا فضلت انني غادي نحتفظ بهم في المجمد بهذا الشكل هذا، خليتهم تنشفوا مزيان، ومن بعد وضعتهم في هاد لي باركيت هادو اللي نقدروا نحتفظوا بهم ملي كنجيبوا فيهم الكفته واللحم نغسلوهم مزيان ونحتفظوا بهم. فهنا درت فرشه اولى، ومن بعد درت شويه ديال الفيلم اليمونتير وحطيت لي زوتر. دونك غادي نقوم بالوضع ديالهم في الفريغو، من بعد ما غادي ندوز عليهم الفيلم اليمونتير بيان كوم يلفو. فوالا غنسد لي باركيت ديالنا مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في المجمد لو طون ديال انني نحتاجهم ونقدر انني نكونسوميهم بالصحه والراحه. هذا النوع ديال لي سيغار انا بالنسبه ليا ما كنقليش اي حاجه درتها في الورقه ما كنقليهاش، انا كندوز عليهم شويه ديال الزبده من الفوق، وكنقوم بالوضع ديالهم في الفران. كيتحمروا في الفران كيجيو من داك الشرفع، وما كيحتاجوش انهم يتقلاو باش ما نزيدوش عليهم داك القليان. بالنسبه للسيغار اللي غادي نطيب، فانا طيبت كميه قليله ماشي بزاف، لان كما قلت قمت بتجميد الكميه الاخرى. غادي ندخلهم الفران، ما نحتاجش انني نعاود ندهنهم لانني دهنا ديجا الورقه بالزيت بالزبده عفوا. فغادي ندخلهم الفران غادي يتحمروا، من بعد غنتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لي سيغار بالبطاطا والطون كيفاش كيجي. لي سيغار ديالنا بالبطاطا والطون والسوريمي ملي كيطيبوا كيجيو على هاد الشكل هذا. كنتمنى ان الفكره ديالو تكون عجبتكم، وانكم غادي تجربوهم، لان من بين انواع المملحات اللي تيجيو اقتصاديين بزاف، وكذلك كيجيو بنينين كيبغيهم الصغير والكبير. الاولاد اكثريه الا بغيتوهم ياكلوا البطاطا مع الطون. كنتمنى ان الفكره اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تابونات في القناه عبر الضغط على زر الاشتراك، وكذلك عبر تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديال شهيوات رمضانيه. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنقول لكم شهيه طيبه والى اللقاء احبتي.